اللعنة! لقد كرهت من هذه المعيشة في هذه القبيلة. يجب أن نجد سوليسيون لروعينا. لا تتقلقوا يا جماعة، كل شيء بالحكمة. اشتجر العظيم أنني لا أفهم من أين لك هذا القلب البارد يا عكاش. كيف لي ألا نتنرف؟ الحالة مخلطة، ولا سوليسيون لنا إلا حل واحد. وما هو الحل؟ لا حل لنا إلا أن نخمم جيدا لكي نجد لا سوليسيون. يا إلهي، يا للروعة، ما هذا الحل؟ إنك رائع. كاسكو فو بونسيون أن نكبر البحر عندما يكون متشخشخ ونحرقها في البطيئة. مريض أنت نريسكي يا اسمك، شبيك البحر يتهول في دقيقة. إذا أنت تعيدين للشر، تريدين أن يتهول البحر. لولا بعض الرسبي لك لقلت أنها وجه النحس. قل أنها وجه النحس ولا تخف. واش بيك يا اسمك، دي حكايتك. الله اصمت يا الشمطاء، منذ متى تدخل النساء روحها في الاتريك الخاصة بالرجال؟ لا تقل لها هكذا، إنها مرأة ويجب أن ترسبكتيها. بلع فمك أيها الحلاب، إنها مرتي، لقد تلفتها لي. جو بونس أني وجدت الحل. يا للروعة، لقد وجد الحل. القبيلة، يجب أن نكريو قبيلة وحدنا. يا إلهي، إنه حل رائع. يا حسرة، عم بالك روح افتح قبيلة ياك، وفيها خدمة كبيرة لكيف. يا ويلي من هذه اللفعة، دائما تكحس لنا في برس كل شيء. لا تقل عليها لفعة، إنك تنقص من قيمة المرأة. يا جماعة، الفو كون بارل عن الصح، لكي نكريو القبيلة يجب أن يكون لها سياج سوسيال. ما رأيكم أن تكون قبيلتنا قدام الواد؟ لا بأس بتلك البلاصة، سنصيد الكثير من المقارن هناك. قدام الواد لن تعيا نساؤنا في غسيل الحوايج، فالماء من الزريبة إلى الدريبة. أقسم إن البلاصة لن تكون أمام الواد، زكارة في عكاشة. ماذا قلتم فيها عن الطحطاحة الفوقانية؟ لست جو بونس أن الطحطاحة الفوقانية هي البلاصة المناسبة. أقسم إن القبيلة ستكون في الطحطاحة الفوقانية، زكارة. رابلي فو كيلفو ركروتي بعضا من الناس للقبيلة. عندي كوزا سأجيبه، إنه ناس ملاح. ما نجيبي ما أختي. تبا، لقد ربحت، تجيبين أمك وأختك وأنا أجيب أمي وأختي، وتندلع لاباقار وليكومبلو والبوليتيك. هذه تدي الهضرة وهذه ترجعها، تريدينها قبيلة السوسيال؟ ولكن يجب أن نعمرها بالغاشي، فنحن 7 ليمبر فقط. يجب أن نشوازي الغاشي جيدا، يجب أن نورغانيزي الكاستينج، لا مجال للمعرفة فيه. أنا أعرف واحد يهرب من السبوعة بسرعة البرق، قد يربريزونتينا في الألعاب الأولمبيكية. هذا خيار جيد. إني أعرف أحد الفنانين يغني الراي، اسمه عبد القادر الياباني، هذا سيدير لنا الحفلات. ولكن الراي، أنا ضد الراي، يجب أن نجيب فنان يغني التقاليد كالمالوف أو الشعبي. أقسم إننا سنجيب الشاب عبد القادر الياباني، زكارة. أنا نقدر نجيب لك واحد لا يوتيوباز خشينا في علم الميك اب. أقسم إنها لن تحط رجلها في قبيلتي، تريدين الفتنة؟ ليسونسي الفو أن يكون الكاستينج ريش بكل أنواع الناس، وسيرتو يجب أن تفيتي ولنا الناس الذين يكريتيكيو كثيرا ويعسون دائما في لابتيت بات. لن يكون إلا خطيرك. يجب أن يكون لقبيلتنا ديبيت. أنا بروبوزي أن تكون أهدافنا هي محاربة الآفات الاجتماعية ونشر العلم والثقافة والمعرفة. لا لا لا، إذا كان هناك من يوافقه فليطلع يده. لا أحد يوافقك، أنا بروبوزي أن تكون لقبيلتنا أي بيت، قبيلة سو أهداف، هكذا لا تكون عندنا لابريسيون. من يوافقني؟ جسوي داكور. أنت وحدك يا عكاشة، لقد خسرت في الفوت. وبالنسبة لرأس مالي القبيلة، 0 دينار، قبيلة بدون كابيتال سوسيال، هكذا نصيري أنه لن يزرم القبيلة أي أحد. يا للروعة، إنك ذكي. بقي أهم شيء، من سيكون سيد القبيلة؟ أنا أنا أنا, 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 أنا.
اخرسوا، لقد وصلنا الى مسقي. انني مول الفكره، وانا من اعطى كل لسوليسيون، كما انني اذكى واحد فيكم. السعقان، تريد ان تصبح سيد القبيله وحدك؟ لانها ريسبونسابيلتي صعبه، وانا لا اريدكم ان تعياو، بل ساضحي من اجلكم واكون سيد القبيله. ما دام الامر كذلك فنحن داكور. مبروك عليك صح سيد القبيله يا. بل يفهمك حين يهدر الرجال. منذ تزوجتك وانت غير لي بروبلام، لقد ندمت ندما شديدا، لقد كرهت حياتي. ماهاش ما يقدر في اسمه الله، خلاص وليت سيد القبيله، تحلبت. قدري نفسك، انت الان زوجة سيد القبيله، ان لم تسقمي نفسك اقسم اني ساجيب لك زوجة اخرى تونسك. وشنو؟ والله غير نقتلها. لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. بون، في عد ما انا قاعدين نضربوا، هيا نديروا التصويره تاع القبيله تاعكم حطها في انستغرام.